لأولاد التلفزة. هذه مسألة مهمة برشا. للي يخدموا في التلفزة. إضافات لا تلي أولاد التلفزة. أولاد التلفزة. أولاد التلفزة شو كلهم؟ والدار ديما محلولة رأيي هي ما نعرفوش على روحنا وقتاش نرجعوا. مرحبا بيك كمان. مرحبا بيك عفيفة. نعيشك. مرحبا بيك في أولاد التلفزة. نعيشك محليها. نحب نشكرك على نصيحتي على خاطر فكرة باهية هيلة. اللي أنت تجمع فيها أولاد التلفزة جمعتهم في برنامج معناها حلو به فكرة حلوة يعطيك صحة مرسي بكو. أنا نعرف محبتك للإعلام وللتلفزة. مثلا عنا جروب احنا في الفيسبوك أولاد الدار فيها أولاد الدار غير ما معناها وحتى ونحن نخدم في مؤسسات أخرى ما نحن أولاد الدار هي توحشتها وخاصة اللي أنا خدمت برشا عوام في شارع حرية دونك هذيك تربطني بها علاقة كبيرة برشا ونحن لها برشا. فما برنامج اسمه منتدى الشباب مع خويا زميلي وصديقي الياس جراية كنت بديت الدودة تكون وتكبر والعلاقة تكبر فيه وهو فتح لي المجال. الحقيقة هذه كلمة نقولها قبلها مع برامج الطفولة مع مدام لطيفة غرات زيدة مع سيريدا البقلوتي في الشبيبة المدرسية في مرحلة أخرى مع أخونا الياس جراية هذه بدأت البدايات وبعد بدينا شوية إذاعة الشباب وبدينا نقرب في الكلوارات هي ما هو علاقة كبيرة ومن بعد في قناة 21 يعني برشا الناس تحلوا لها التسمية لليوم اللي خلوها قناة 21. أول ظهور ليك كيف في قناة 21؟ ظهور رسمي أي مع زميلي نيسكية المخرجة نيسكية في برنامج سينما وقت تقديم عادي كان وقت سي لطفي بن ناصر مدير إذاعة قناة 21 ويعود الفضل لربي والأختي وقتها هدى زغدودي هي اللي كانت أعطتني الإشارة معناها هي اللي شجعتني ودينا في قناة 21 بالبرنامج ذاك وقتها كان تقديمنا تاع فيلم عادي تقريبا المذيعات كلها تعديوا به المرحله هذيا وبعد دخلنا في المهرجانات مع زميلي خويا وديع بالرحومه عملنا اعوام مهرجانات وبالتوازي كانت فيما برشا برامج زاد خدمت مع اشرف كعلي برنامج كبير برشا مع خويا اشرف كعلي نحبه برشا وتعلمنا عليه برشا لانه انسان محترف وولد التلفزه حتى هو ولد الدا برنامج استوديو 2000 اللي جمع ثلة كبيرة من الإعلاميين اليوم اللي نفخروا بهم نعتزوا بهم معناها كان تكون حتى هو وأنا ديما نقولها على فكرة التكوين اللي قناة 21 كانت كي البيبينيير المنبت برشا إعلاميين وقتها معناها خرجوا. شوف هي الحاجة الكبيرة برشا باهية برشا في التلفزة الوطنية في الوقت هذاك كانت باش تطلع أنت تعمل برنامج تمر بمراحل ماك عمرك ما تطلع معناها فجأة تقوم تقدم مستحيل كان انك تتعدى بمراحل الإعلامية المراحل العادية المتعارفة عليها انه انسان يخرج يعمل ريبورتاج ويتعلم ويصاحب ويكون يتعلم على يدين ناس سبقوه يعلموا الصنعة وتقعد في المونتاج وتسهر وتحضر مونتاجك وتحضر على كاساتك كيفاش تعطيها للديفيزيون وكانت فما علاقة كبيرة ولحمة كبيرة من بين ما بين ليكيب الكل معناها الكل من 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 السياقة حتى كشي وانت طالع حتى الفريق للإخراج معناها التلفزة الوطنية تعلم برشا تكون برشا الإعلامي وهذه الحمد لله واحد حظوة. بعد مشيت نسمة صباح مع الكبيرة الأستاذة زكية الحديجي تجربة أخرى تعلمنا منها وخذينا منها وبعد مشينا لتونس اليوم تجربة أكبر وأمتع أروع مع الإعلامي الكبير عفيف الفريقي لأنه شوف هذه أسماء حبينا ولا كرهنا ناس حفرت في الذاكرة الوطنية عملت وخدمت وانا مدينة ليهم بالكثير والحمد لله. بالتوازي قدمت نشرات المهرجان بعد في الوطنية الاولى كانت وقت قناة 7 وعملنا نشرات مهرجان وفيها مواكبات ونفس الـ الى ان وصلنا لسهرية السبت اللي كانت المنوعة الكبيرة اللي بعد جت بعد 3 سنين
من تونس اليوم، وامتدت عام وبعد وقفنا، بعد خدمنا برامج صغيرة ثقافية، وبعد خرجت من الدار. عرض جاتني عروض من الخليج وجاتني عروض من ليبيا، واخترت اني نمشي ليبيا نظرا لي انا عندي اصول ليبيه. هذه حاجه معاونتني، اسمي ليبي، لقبي عفيفه بوكيل ليبي معناها موجود. وحاجه اخرى معناها ليبيا ما تبعدش علينا في الجغرافيا، في القريبه خير لي من نمشي. انا خيرت، قلت وقتها مانيش متزوجه، قلت ما رغيت اني ليبيا. ومشيت انا قبل ما نقرر، مشيت عملت طلع. انا عندي عائلتي غاديكا وعندي ناس، عندنا عائله وكل، قلت ريتها معناها اصلح لي واحسن لي واسهل لي معناها. حاولت نرجع للتلفزه، ايست. انا عندي ديما ليبيا كونت فيها معناها علاقات وارضيه واسم والحمد لله. كان رجوع غادي اسهل بعد ما تزوجت، جاء القرار وانا وزوجي باش رجعنا ليبيا. رجعنا ليبيا، انا غاديك لبست حجاب، معناها لبست حجاب نظرا لطبيعه لبسته هو باقتناع طبعا. وعيط لي وقتها المدير قناه العاصمه وقال لي انت لبسته، كان احنا كانت وقتها قناه تلقب بالليبراليه، قناه العاصمه كانت قناه مفتوحه جدا، وقناة كانت متميزة جدا في المشهد الإعلامي الليبي. قال لي لو كان أنت ماكش مقتنعة وتحت ضغط راهو محد ما يضغط عليك. قلت له لا، هذا قرار شخصي، أنا لبست الحجاب وحاجة شخصية وأنا معتزة بها وكل. انتهيت التجربة غادي، مشينا لي انتهيت التجربة غادي. طبعا الوضع تعرف الناس كل الوضع الأمني الليبي معناها وضع كارثي، وضع خطير وكل. مشينا في مرحلتين، انا رجعت معناها القناه تم تفجيرها واستهدافها، رجعت لتونس وعاودت رجعت ومشيت حاولت لقناه اخرى اسمها فزان. لكن انا باش نبدا التجربه وروحت، لانه كان متزامن مع حملي ثاني، ما نجمش نقعد غادي كيف كيف راجلي، ما نجمش نقعد غادي. دونك روحنا. لقيت صعوبه في ليبيا. في شنو صعوبة مثلا؟ في شنو؟ كما نعرف الوضع الأمني معناها الوضع الأمني في الأخير ما عادش يتعاش معناها، خاطف تهديد كذا، كل شيء معرض لكل شيء معناها، وخاصة كي يبدا وجه إعلامي ومعروف تبدا تخاف، وأنه ارتبطت بأسماء معينة هي ضد هالنظام. ولو أنه أنا معناها الحقيقة كنت نشتغل في برنامج صحة ما عندوش حتى علاقة بتوجهات سياسية أو غيرها، لكن الوضع العام يخوف، وما عادش اصلا حتى الظروف المعاشيه الحياتيه صعيبه، انقطاع الضوء نهار كامل ولا ليل كامل ولا نهارين، يعني ما عادش. دونك اخترنا العوده لتونس. نبدا مع الثقافه في غير العاده، وعندنا ضيف في الاكتواليتي في الاحداث اللي موجوده الثقافيه الموجوده توا، هو حدث ثقافي حبينا نثمنوه ونسلطوا اضواء عليه، لان كما قلنا في هذا الفضاء نحن مفتوح لكم مشاهدينا والكل مبدعينا والكل زاد زملائنا. هو اعلامي واللي يعرف في الحق الاعلامي يعرف نشاطه الكبير، ويعرف انه ناشط جدا الاعلام، يحب برشا الاعلام. نقد من غير ما نطولوا اكثر، زميلنا هو اعلامي يعطيه الصحه، عنده برشا مبادرات وبرشا افكار، كمال عويج، وهو زاد مدير مهرجان بانوراما الفيلم القصير. هذه مبادره حلوه وفكره حلوه، ومشيت حتى حاولت الجزائر مؤخرا وقعدت تنشط في هذا الموضوع، موضوع الفيلم القصير. مرحبا بك كمال. بالنسبه لقناه الزيتونه بالعكس، هو فضاء اعلامي مفتوح للمذيعات المحجبات اللي ما لقاوش فرصه في قناه اخرى، فسحت لهم قناه لقيت مكان تو سامبلومون معناها ما فيها حتى. وجاني العرض وقبلته بكل سرور، لانه يناسب مؤهلاتي الحاليه وامكانياتي وظروفي وكل شيء. نقطة الإيجابيات نقطة الضعف بالنسبة لك أنت؟ نقطة الضعف والإيجابيات اللي أنا شخصي من شخصي أنا بالنسبة لي أنا في أنا ما نجمش نقيم الحقيقة روحي، ما أنا عمليا تحكي ولا إنسانيا، ما فهمتش السؤال. إنسانيا كمشاهدة؟ كمشاهدة معناها كإعلامية نقاط القوة ما نجمش نقيم روحي كمان، سامحني. نعرفهم انا بصحيح ونتمكن منهم صحيح، ما نجمش نقولهم. الحمد لله. نعطيك حاجه واحده نقولها، انا نجم نسمح روحي نقولها، هي محبه الناس. اكثر صعوبه
صعوبات؟ صعوبات اللي صارت لك في العمل الليلي صعيب، انك تخدم مثلا مهرجان ومطالب انك تمنتي باش خذوها طلع حلقه، هذاك صعيب برشا، هذاك يتعب يرهق الارهاق. التعب لليوم شيء متوسط. اوليك الثالثه الكلمه اخواتي نحبهم برشا، وتوا عنا علاقه كبيره في كل المناسبات ما نفوتوش بعضنا، فما اسماء معناها اصحاب اصحاب اخوه مش اصحاب معناها، وانا سعيده جدا وفخوره بصحبتي معاهم، وعمرني ما نتخيل اني باش نكبر عليهم ولا باش ننساهم. كلمه الختام، كلمه الختام نحب نشكرك على الفكره، والدار ديما محلوله راي هي، وما نعرفوش على روحنا وقتاش نرجعوا. وانا يسعدني جدا حاجه اللي فما عاملين متحف في البهو نتاع التلفزه جديد، صورتي موجوده، انا تكفيني هذيك، وديما يقولوها لي برشا زوار كيف شو يقول نقاو تصويرتك، معناها انا الحمد لله فخر ليا وشهاده ليا. الاولاد التلفزه هذه مساله مهمه برشا للي يخدموا في التلفزه، الزوافات لا تلي اولاد التلفزه، اولاد التلفزه الاولاد التلفزه شو كلهم، والدار ديما محلوله راي هي، ما نعرفوش على روحنا وقتاش نرجعوا.